مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مع الشيف شنكو بالمطبخ العشري. طبختنا اليوم كتير شريعه وشريعه التحضير، الا وهي المقادير اللي رح نعوجها هن دجاج، فخاض دجاج، او فيكم تستعملوا شدورة الدجاج او الشفايين. الطبخه الشريعه كتير لكل الشباب يلي عايشين لحالهم حتى يقدروا يشتعملوها بشكل شريع، وهيك ما بياخد كتير وقت وما فيها كتير تحضير. حتى شت البيت فيها تشتعملها اذا راجع من الشغل وعندها اولادها جايين من المدارس وبدهم ياكلوا بشكل كتير شريع، وهي طبعا جاي تعبانه وعندها 100 شغله تحضرها. مثل ما شايفين بنعوج هيدا الكيش يلي هو من فوق في بقلبه كيش، بنفتحه بهالطريقه وبيطلع من قلبه كيش بقوشي. هذا الكيش هو حافظ لحرارة الدجاج والتوابل يلي بدنا نحطهم بقلب الكيش. هذا الكيش بنفتحه بهالشكل الشريع مثل ما شايفين، وهون في التوابل. التوابل بنقش الكيش بهالطريقة وبنحطهم فوق الدجاج من بعد ما نحط الدجاج بالكيش. ومثل ما شايفين بنحط الدجاجات بهالشكل، طبعا بنكون منطفين الدجاجات وبنحط التوابل فوق الدجاج وبنربط الكيش بهالربطة الموجودة مع الكيش بهالشكل الشريع. وهلأ بنخلط التوابل بقلب الدجاج مثل مشاج مثل مشاج، ومنعوج هالشانية ومنحطهم بقلب الشانية بهالشكل هيدا، ومنحطهم بالفرن يلي منكون محمينه على درجة معينة وبدهم تقريبا شي 45 دقيقة بيكون جاهزين. وبهالوقت رح ناخد اتصال. ألو، بونسوار شيف. بونسوار، معك زياد. أهلين زياد. زياد. لا زياد. زياد بالزين. زياد بالزين. طيب شيف ماشي الحال، فينا نسألك بس كيف بيعملوا الكبة باللبنية؟ الكبة باللبنية بتعوج كبة وبتعوج لبنية. بتجيب الكبة وبتحطهم باللبنية بشير عندك كبة بلبنية. بس هيك؟ هيني كتير. طيب عفوا، بس بتحشي الكبة قبل ما تحطها بالفرن ولا بعد ما تحطها بالفرن؟ رح احشي لك هونيك شغلة. شوف يا ابني، انت يا حمار يا عم تشتلمني، لانه مش معقول قرش الكبة من بعد ما نكون مقرشينه وحاطين الحشوة يلي هي شنوبر الحشوة او الجوج، او قال في بحض نيش بحطه جوج، مش معقول نقش قرش الكبة بالنش ونحط الحشوة بعدين نلجي قرش الكبة مشطول. طيب عفوا شيف، الارنبية كيف يعملوها؟ شوف يا ابني، شو قالتك شوي عميقة وغميقة. مثل ما شايف حلقتنا بالمطبخ العشري هي عن الطبخات الشريعة، وكبة الأرنبية بدها كتير تحضير. طيب الكسكس؟ الكشكش لو بتكشكش عن وجهي، لأنه في الطبخة هلأ شارت جاهزة. هيدي حلقتنا لليوم للمطبخ العشري، ولو أنت بتجحت عنا لأنك أنت مطشل شقيل، وكنتوا مع الشيف شنكو. بتعجبك تعطيني محرمة؟ لأنه كل إيدي دجاج وحدة؟ انت انشان بخيل، يا ريت تعطيني كذا وحده. شو عم تعطيني من كيشك؟ شكرا. كنتوا مع الشيف شنكو بالمطبخ العشري والطبخه الشريعه الشريعه يا جياد، ونشوفكم بحلقه جايه من المطبخ العشري مع الشيف شنكو. وظفك